خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بمراكش حول موضوع لنبني جميعا مسار الثقة، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش أن الحزب منخرط بقوة في الرؤية الملكية الرامية لمعالجة مكامن الخلل في القطاعات الاجتماعية ولا سيما التعليم والصحة والشغل. الجامعة الصيفية ديال الأحرار اللي منظمينها الشباب أكثر من 4000 شاب اللي جات من جميع ربوع المملكة، التقطت الإشارة ديال صاحب الجلالة في الخطابات المتعددة اللي اتجه للشباب واللي كتقول بأنه الشباب ديال التجمع موجود، شباب يعني ديال التجمع موجود باش يعمل في الميدان باش يساعد المواطن باش يأثر. وهذه مناسبة كذلك باش نتكلموا على مسار الثقة. مسار الثقة هو جاء إجابة على بعض الإشكاليات الاجتماعية اللي مطروحة اللي هي كتهم الصحة وكتهم التعليم وكتهم الشغل، واللي اليوم بفضل هذه الجامعة غادي نحاولوا باش يتملكوا الشباب يعني هذا المسار ديال الثقة والمفاهيم ديالو. في الحقيقة هذا لقاء مهم اللي كيجمع أزيد من 4000 شاب وشاب في مختلف مناطق المغرب من أجل تدارس ومناقشات مجموعة من القضايا اللي كتهم الشباب وكتهم المجتمع ككل. إذن أملنا أننا نصنع نخب جديدة اللي قادرين أنهم يتحملوا المسؤولية وقادرين أنهم يزيدوا في بلادنا للقدام. وحملنا شعار هذا الدورة هو لنبني جميعا مسار الثقة. فمن بعد 6 أشهر من الكتاب للمسار الثقة، اليوم آن الأول أننا نقوم بواحد تقييم ذاتي في نصنا في حصيلة التنزيل وشنو خصنا باش نزيدوا للقدام، لأننا بدأنا المسار وسنواصله مع حزب التجمع الوطني للأحرار. وخارجة النسخة الثانية للجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية تعرف مشاركة ما يناهز 4000 من شباب الحزب يمثلون كافة جهات المملكة إلى جانب مغاربة مقيمين بالخارج، كما أن برنامج هذا اللقاء يتضمن العديد من الورشات يؤطرها قيادات الحزب وخبراء مستقلين في مجالات الاقتصاد والسياسة والرياضة والثقافة والعمل الجمعوي.